عزيزنا الى تباتا حامد اسماعيل، انطلاقات حامد، حامد يحاول لكن الكره ايضا بتمر على اللاعب حامد اسماعيل، فيها ضربه او ضربه مرمى، فيها ضربه مرمى لكن هذا المدرب اللي لا يحمل الخبرة الكثيرة في الدوري القطري أو حتى في الدوريات العربية، لم يعمل في الدوريات العربية الجويني، لكن كما يقال الخبرة هي المنشطة الذي تعطيك إياها الحياة عندما تكون قد فاقدت الشعب. لذلك هو يبحث الآن بأن يسجل تاريخ جديد للقلعة الريانية ونادي ريان وجمهورنا للنادي ريان بل الأمة الريانية هنا في قطر وفي المنطقة العربية وفي آسيا. أكيد بأنهم لا يرضون إلا بمنصات التتويج يا أبوي، هو يعي تماما هذا الشيء، يعي تماما قيمة كنادي ريان. كرة ملعوبة الآن، يونس 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 يتحصل على خطأ، زملاء الأمس بالنسبة للاعب يونس علي يواجههم اليوم في هذه المباراة، ارتدى قميص نادي الأهلي لسنوات وأسعد الجمهور الأهلاوي لسنوات وزمن المدرب الكبير الآن وليصبح حديث العالم وليقود نادي برشلونة غوارديولا ولكان يتحدث عنه كثيرا، والآن هو يلعب وينتقل ويتواجد ضد فريق السمع، هذا هو الاحتراف، ويلعب مع نادي الريان وضد النادي الأهلي في هذه المباراة. وعبد الرحمن يتحصل على إنذار بعد التدخل بالكرة وباللقطة الماضية، لكن الآن ضربة حرة مباشرة في مكان خطير لمصلحة الرهيب، ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الريان، وأفونسو هو على التنفيذ المشاهد والمتابع، أفونسو والضربة الحرة المباشرة لمصلحة نادي الريان، هل يفعلها الريان الآن ويسجل هنا أهداف؟ الله 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 يا أفونسو، تقدم وجرب وسدد، كرة مرت بجوار القائم الأيسر، حلوة الكرة الماضية، حلوة الكرة الماضية من ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر، فيها ضربة مرمى، لكن باسل زيدان يذود عن مرمى بامتياز ويتصدى لكرات عديدة في هذه المباراة، واستطاع أن يحرم نادي الريان من هدف التعادل بأكثر من مرة. كرة ملعوبة الآن، عبد الرحمن مصبح يلعب كرة إلى فابيو، عادت مرة أخرى في وسط الملعب الآن إلى دانيال جوبو، دانيال يلعب كرة إلى فابيو، فابيو تمريرة إلى جار الله، جار الله الآن إلى فابيو، لكن الكرة بتتخلص وبالطول مرت إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية.